أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة موضوع مهم جدا 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 جدا. ليلى عبد اللطيف خرجت تتكلم دلوقتي حالا عن آخر شهرين وعن الفترة الجاية في 2022. وطبعا قبل ما ابدأ، علشان الناس اللي بتقعد تتكلم حد يقول لي ده حرام، ده احنا بنقول كذبة المنجمون ولو صدقوا، وكذبة المنجمون ولو صدفوا، وده قناعتي. ولكن قلنا ان في ناس عندها شفافية، في ناس عندها استنتاجات، في ناس بتبدأ تحط التحليلات الاقتصادية والتحليلات العسكرية والتحليلات اللي احنا فيها، فبتتوقع. كمان ليلى عبد اللطيف بالذات اللي قالته من يوم 1 يناير 2022 او 30/12/2021 قبل السنة بيوم، اللي قالته 90% اتحقق، 90% صدف تحققه. انت بقى سميها زي ما تسميها، ولكن احنا ليه ما نعرفش؟ ليه يمكن في رساله جايه عن طريق ليلى عبد اللطيف، ليه ما نعرفهاش؟ البني ادمين اللي بيقولوا دي خزعبلات، اولا انا ما فيش اي علاقه تربطني، علاقه لا ماديه ولا اعلانيه ولا دعائيه بيني وبين ليلى عبد اللطيف، وبقولها والله العظيم ما في اي حاجه، ولكن انا دايما اتابع كل مجهوداتها. ليلى عبد اللطيف 90% اتحقق، فبسمع رسائلها. في ناس طالعه تقول لا، ليلى عبد اللطيف دي مرسوله من المخابرات، مرسوله. يعني مين اللي اكد لك ده؟ وازاي مرسوله من المخابرات وكانت بتقول ان ممكن في دمار لامريكا او دمار لاوروبا زي ما قلنا؟ ازاي المخابرات تخليها تقول كده؟ فانت اشتري وما تبيعش، خد الكلام يا سيدي واقعد تابع الست دي، شوف كلامها بيتحقق ولا لا، ولا ايه. هو انت مالكش عقل؟ هو انت مصير حتى في دي؟ يعني انت محطوط كده علشان اللي يتقال لك خلاص لازم ان اللي بيترددوا الناس ترددوا، انت ما تشوف بعقلك ايه؟ فعلى العموم انا مش هطول على حضراتكم قبل ما هبدأ، علشان التوقعات، وانا مصمم على شيء معين هذا العام، وهو ان احنا الله سبحانه وتعالى غضبان على البشرية، زي ما قلنا الحوادث اللي بنشوفها، الاغتصابات اللي بنشوفها، السرقة، احنا نفسنا بقينا كارهين نفسنا. انا مش شايف الاخ بيحب اخوه ولا بيضحي من اجل اخوه، ولا الولد بقى فيه عقوق في الـ في الـ في الابناء، بقى فيه حاجات غريبة. فربنا مش يعني لازم يغضب علينا من اللي احنا بنعمله؟ كل همنا المادة يا عم. ده انا وانا بعمل فيديو دلوقتي الناس، في بعض الناس بتقيدني على اللايكات، مش هعمل لك لايك، ما عجبتنيش قوي، انت طولت في المقدمة قوي، فمش هعمل لك ازاي واحد يتعب؟ انا تعبان في الفيديو وبصور وعندي فريق قد كده علشان يعمل مونتاج وتصوير ومقدمات ومزيكا وصور وكل ده، وفي الاخر حضرتك ما بتخسرش حاجة، انت بتستفيد معلومة. واكيد العشر دقايق والربع ساعة ولا التلت ساعة اللي انا اتكلمت فيها وتعبت وريقي نشف، اكيد انت استفدت منها، فانت جاي تقيدني؟ لا مش هعمل لك لايك، اصلك طولت شوية. فتخيل احنا عايزين ناخد وما بنديش، يعني اللي انا شايفه بقى اخذ اخذ اخذ، مفيش عطاء حتى لاي حد. فربنا يرحمنا ونقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، وانا مصر ان اقول الدعاء في هذا العام، نقول اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب والمجاعات والجفاف، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. ويا ريت تقول امين، يا ريت مليون امين، يا ريت يا جماعه ساعدوني في ده. انا هكسب ايه لما انت تقول الدعاء ولا تقول امين؟ والله ما هكسب حاجه، لكن انا هكسب ثواب، وهخلي الدعاء يمكن بسببي انا العبد الضعيف ده يوصل الدعاء لمليون مره، فساعدوني بده. يلا هنبدأ في توقعات خطيرة جدا جدا، ومنها انا يا جماعة هنزل ارقام تليفونات ليلى عبد اللطيف هنا فوق للي عايز يتصل بيها بزياد الشامي، هو مدير اعمالها. وانا بعمل الحكاية دي ليه؟ علشان برضو ما اخدش
وما اديش، انا خدت من توقعاتها وخدت من مجهودها وخدت من تعبها، فلازم على الاقل اديها اي حاجه اي شيء، ما اخدش وبس. فهحط دلوقتي ارقام تليفوناتها، واللي عايز يتواصل معاها شخصيا. كمان هي قالت انها هتزور مصر وهتزور الاردن، فاللي عايز يحجز معاها اي مقابلات شخصية في مصر والاردن وبعض الدول الاخرى، فممكن برضو يكلمها على هذه التليفونات. هنبدأ بقى في حاجات خطيرة جدا. نبدأ الاول بالعراق، ومعلش انا كاتب نقط فانا هبص عليها، انتم مش شايفين الشاشة انا شايفها، فانا هبص عليها ونشوف النقط دي. بتقول العراق، العراق يتجه للدخول الى مرحلة قد لا تشبه ابدا المراحل السابقة، يعني مرحلة خطيرة جدا. وبتقول للأسف وخاصة على الصعيدين السياسي والسيادي، والمرحلة القادمة سوف تحمل العناوين الكبيرة للتغيير الشامل. فمن اعتزال السيد مقتدى الصدر طبعا اللي هو حاصل الايام دي، ولما اعتزل العمل السياسي، الى احداث المنطقة الخضراء والشبكات البصرة والاحتجاجات الشعبية، ارى ان العراق قد دخل اليوم مرحلة تقرير المصير. يعني بدأ بقى العراق في الجد، والموضوع مش سهل هذه الايام. طب ايه تاني؟ وأرى أن المواجهات والاشتباكات سوف تتجدد للأسف في الشارع العراقي وفي أكثر من منطقة عراقية بين أنصار الصدر وأطراف أخرى، وستكون هذه المرحلة هي الأخطر على العراق منذ رحيل صدام حسين. وطبعا احنا شايفين حتى لو كان صدام حسين، في ناس قالت عليه ده ديكتاتور ده كذا ده كذا، طب بذمتك وجود صدام حسين والعراق كله ملموم والعراق كله بجيش كبير، ولا دلوقتي العراق منتهك وجريح؟ انا طبعا مش هتدخل في سياسة العراق، والعراق هم اللي حددوا سياستهم، ولكن انا شايف ان كان العراق افضل، ولكن طبعا دي حاجة تخصكم لان انتوا اللي عارفين مشاكلكم الداخلية، وربنا يكون مع العراق. وشايفة بقى، وارى ان الخطر الاكبر والحقيقي لعملية تقرير المصير في العراق سيكون على اكثر من شخصية عراقية بارزة، ولن يكون السيد مقتدى الصدر هو الوحيد امام هذه الاخطار لا سمح الله، والله يحمي العراق وشعبه. وسنسمع من السيد مقتدى الصدر من جديد اعلان تاريخي او مصيري يحدد التطورات القادمة على العراق، كما سنشهد هروب بعض الشخصيات العراقية الى خارج العراق، وسنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الواجهة السياسية. يعني طبعا كده هيبقى في تغيرات غير عادية في العراق، وكمان اللي شايفاه ان الساحة العراقية ستأتي بأسماء جديدة مع بداية سقوط الأسماء القديمة. وسنسمع عن قرار أمريكي مفاجئ، تاني أمريكا قرار أمريكي مفاجئ باتجاه العراق وسوريا، ترافقه عملية جوية ضد الطائرات المسيرة وتقوم بضرب بعض المواقع في العراق. يعني امريكا هتتحرك تاني. هي بقى شايفة في حاجة كمان غير المواضيع السياسية في العراق، انها شايفة في عاصفة قوية جدا وستضرب العراق، وامطار غزيرة وغير مسبوقة في تاريخ العراق تضرب بعض المناطق العراقية وتهدد بحدوث فيضانات وسيول جارفة، والشوارع العراقية ستغرق بالمياه، والأنظار والإعلام على مدينة النجف في العراق لحدث مؤسف. أنا شايف إن العراق يا جماعة فعلا بيتقطع، شايف إن العراق جريح، وبدعي كل يوم، لأن أنا شفت في يوم من الأيام العراق العظيم المجيد وهو بكامل قوته وكان من أقوى الجيوش. تخيل هذه في مخططات رهيبة
لتقطيع وتفتيت الدول العربية. ودينا بنتعلم، احنا شفنا سوريا وليبيا والعراق ودول كتير، وموضوع الربيع العربي اللي كان مخطط ليه. فبطلب من اهالي العراق واهالي الدول العربية يبقى واخدين بالهم من بلادهم وما يتورطوش في الانقسامات والفتن العرقية والطائفية. ياريت يا جماعة في الفترة اللي جاية، لان العالم محتاج يتوحد اكتر من كده. كمان الكوارث الطبيعية، هي شايفة ان العراق هتغرق وفي عواصف وامطار غير عادية، وخايفة على النجف لحدث مؤسف. وارى السيد مقتدى الصدر في الواجهة من جديد، وتعاطف كبير من الشعب العراقي للسيد مقتدى الصدر، وانه ممكن يرجع للسياسة تاني ويتنحى عن القرار اللي خده ان هو يعتزل السياسة. فربنا يكون مع العراق، ربنا يكون مع العراق، ربنا يكون مع كل الدول العربية المنكوبة، وربنا يوحد افكارنا ويخلينا نرى الهدف الأكبر وهو الدولة، ثم نرى المشاكل الطائفية والعرقية اللي ما بين بعضها تتحل بإذن الله واحدة واحدة. نبدأ بقى في ليبيا. ليبيا وإخواتنا الليبيين، وبرضو من ساعة القذافي وأنا مش شايف وقفة لليبيا، مع كل الاعتبارات اللي كانت موجودة برضو، إذا كان القذافي عنده مشاكل ولا ديكتاتورية ولا أي حاجة، ولكن رأيي الخاص والشخصي، ليبيا في وقت القذافي كانت ليها كيان وكانت واقفة على رجليها وما كانش في أي مشاكل. ده رأيي أنا يا جماعة، مش بفرضه على حد، واعتذر لكل الليبيين لان ما اقدرش اتكلم في حقوق الليبيين الداخليين، كل بلد من حقها. لكن انا واحد بقول رأيي، زي ما باجي اسألك ايه رأيك في مصر، ايه رأيك في كذا، مفيش مشكلة، ما بقولش ان كلامي صح 100%، ولكن ده وجهة نظري. العراق في ايام صدام حسين كانت واقفة على رجليها، ليبيا كانت ايام القذافي كانت واقفة على رجليها. فنشوف دلوقتي هي شايفة ايه بالنسبة لليبيا، والله اعلم على كل شيء، ولكن احنا بنسمع الكلام ولينا العقل اللي نقول هنصدقه ما نصدقوش، هنمشي بيه ما نمشيش بيه، انت حر، ولكن انا محايد بنقل لك هذا الكلام فقط. ليبيا هي ترى اولا ان حكومة باش اغا ستكون حكومة التعافي من الأزمة الليبية الحالية من أجل الشفاء الأمني والاقتصادي. هي شايفة كده. حاول بس إيه لو قدرت أجيب الشاشة كده عشان ما تلوحش معاكم. كمان وسنسمع خلال المرحلة القادمة عن تقديم دعم سياسي داخلي وخارجي لحكومة باش أغا، ووضع مبادرات دولية تساند حكومة باش أغا للدخول إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي وبدون قتال، حفاظا على الأرواح والممتلكات. احنا شايفين دلوقتي ليبيا عبارة عن كل يوم شوية ما تعرفش جايين منين، شوية شايلين أسلحة، شوية مرتزقة، شوية أجانب ما تعرفش دخل. وسنسمع خلال المرحلة القادمة عن تقديم دعم سياسي داخلي وخارجي. وهنا احنا شايفين قلنا الناس اللي عمالة تضرب من شمال ويمين ومش عارفين ده ايه. فكل المهم دخول طرابلس وان الموضوع يتحل سلمي، وهي شايفة ان ده هيعمل على انهاء الحرب والمعاناة في طرابلس مهما كانت الصعوبات والظروف. وسوف تعمل حكومة باش أغا على ان تكون طرابلس مدينة خالية من السلاح والمرتزقة والمسلحون بكل الوسائل الممكنة، وسنرى تعاطف شعبي كبير سيساند ويدعم حكومة باش أغا ومن اغلب الاطراف السياسية والشعبية في ليبيا. كمان سنسمع عن فتحي باش أغا يتعهد أمام الشعب الليبي، هيطلع يتعهد بمحاربة الهدر المالي والفساد والسرقات والعمل بقوة على طرد جميع المرتزقة والمسلحين الغرباء على الأراضي الليبية. ويا رب إن شاء الله ده يحصل. ليبيا لو خرج منها المرتزقة والغرباء والمسلحين، ليبيا هتقف على رجليها تاني، أنا متأكد من هذا، لأن هم السبب في كل ما يحدث. كمان وبسبب كل هذه التطورات القادمة،
هي ترى أن الرئيس الدبيبة سيطلب من الرئيس بشأغة من خلال بعض الاتصالات والوسطاء أن يتم إيجاد مخرج سلمي لإنهاء هذه الأزمة الحكومية وتجنب البلاد والعاصمة طرابلس المزيد من القتال وسفك الدماء. ويا رب يحدث هذا في ليبيا يا رب تاني، وأنا بدعي من قلبي أن ليبيا تعود كما كانت ليبيا. كمان بعض الدول التي كانت تدعم وتساند الرئيس الدبيبة سوف تنسحب وتتخلى عنه في المرحلة القادمة بسبب الضغط الدولي لإنجاح مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا والتعامل مع حكومة وسلطة واحدة. فهنا الدبيبة هيلاقي ان كل الناس بتتخلى عنه، هيلاقي ان الدنيا بتنسحب من بين ايديه، فهيضطر من اجل المصلحة الليبية انه هو عن طريق الوسطاء وعن طريق الاتصالات انه يتصل بباشأغة ويبدأوا يحلوا الموضوع سويا. وسوف تقوم حكومة باشأغة بتقديم جميع التسهيلات من انجاح الحل السلمي وانهاء الازمة مع رئيس دبيبة، ومن هذا المنطلق سوف تكون حكومة باشأغة هي صاحب السلطة والحاكم والوسيط الوحيد امام طرح كل الحلول على الساحة الليبية. ولهذا اقول ان حكومة باشأغة هي التي سوف تربح وتنتصر في النهاية، وهي التي ستفتح ابواب السلم والاستقرار واعادة ليبيا الى الواجهة الدولية بعد استعادة كامل الحقوق والاراضي والسيادة المطلقة على اراضيها، وأن التطورات القادمة في ليبيا ستجعل اسم باشأغة يحتل مساحة إعلامية بارزة وواسعة خلال الفترة القادمة داخليا وخارجيا. وهنا بقى في الآخر بعد كل ده ما يحصل، البرلمان الليبي هيقوم بتعديل الدستور وإطلاق عملية الانتخابات الرئاسية بعد هذه الفترة، ليكون لليبيا حكومة مستقرة ورئيس ليبي مستقر، وربنا هو اللي يعمل الخير، ونتمنى الخير إلى الليبيين وإلى كل الدول العربية أجمع. هنبدأ بعد كده نتكلم على توقعاتها في السعودية. هي بقى شايفة إن المملكة السعودية سوف تكون أمام حدث تاريخي، وذلك من خلال الدعوة إلى تكريم ولي العهد محمد بن سلمان في دولة عظمى، في دولة هتدعو ولي العهد محمد بن سلمان علشان تكرمه أمام العالم، وسوف يحصد من خلال هذا التكريم كل الدعم والمساندة من كل الدول العربية، وسوف يقوم ولي العهد بعمل إنجاز دولي غير مسبوق، وسوف يلقي كل الترحيب من العالم العربي والدولي. وهذا الإنجاز الكبير سوف يشكل أو يكون معجزة سياسية بمعنى الكلمة، الله أعلم إيه هو، ولكن هننتظر ونرى هذه المعجزة السياسية بمعنى الكلمة بإذن الله. وهنا يا جماعة هنتكلم عن سوريا الحبيبة والشقيقة، سوريا. وبنقول أما على الصعيد السوري سنرى أن روسيا ستعمل على مبادرات تصب إلى ضرورة الحوار الدولي المباشر مع الرئيس الأسد بصفته الممثل الشرعي والوحيد للسيادة والشعب السوري. يعني بشار الأسد هم هيتعاملوا معاه ان هو الممثل الشرعي لسوريا والشعب السوري. ومن هنا سنرى بروز ادوار اجنبية وعربية فاعلة تساند الرئيس الروسي لانجاح هذه المبادرة، ومن خلال رؤيتي الخاصة، ده هي ليلى عبد اللطيف اللي بتقول، اقول انني لا ارى ابدا ان اي دولة في العالم تريد ابعاد او اسقاط او رحيل بشار الاسد عن سدة الحكم او سدة الرئاسة السورية وتسليم سوريا للمجهول. احنا شفنا قبل كده في ليبيا
لما القذافي مشي قلنا مع متفق او غير متفق مع اللي كان بيعمله القذافي، وشفنا اللي حصل في العراق لما رئيسه اتشال، وسوريا محدش هيكون عايز يسلم سوريا للمجهول زي ما حدث، وبعد كده السوريين هم اللي اتحكموا في دولتهم، وان ارى ان رئيس الاسد ومعه غالبية الشعب السوري هم وحدهم الذين سيفرضون الشروط والحلول لحفظ الأرض والأمن والسيادة تحت جناح الجيش السوري العظيم. وطبعا كل ده كلام مظبوط 100%. وهنا أقول إذا كانت المؤامرة اليوم على سوريا كبيرة، فسوف نرى في النهاية أن يد القيادة والجيش والسوريين لن تكون قصيرة، لأنها سوف تتكاتف وتتحد هذه الأيادي وتتشابك مع كل الشرفاء من كافة الطوائف السورية، وسوف تتعاون على إعادة البناء والإعمار مهما طال الوقت. لذلك سوف تشهد سوريا طاولة حوار تجمع حولها جميع الفرقاء والوسطاء في سوريا ومن خارج سوريا لوضع خارطة طريق وحلول لتضع سوريا على بداية الإنجازات الكبيرة، وسوف تحصل سوريا على مساعدات دولية كبيرة لبدء عملية الإنماء والإعمار. وخلال هذه الفترة القادمة سوف نشهد بداية زيارات رسمية ودبلوماسية ما بين سوريا وتركيا، وممكن تبقى كمان على يعني ليفل او على مستوى الرؤساء ما بين بشار الاسد واردوغان مباشرة، كما سنسمع في سوريا عن بداية حملة كبيرة لمحاربة كل الفساد، وستكون حملة غير مسبوقة، وسيحاسب ايا من كان فاسد مهما كان موقعه او مركزه او وضعه، وسيقود هذه الحملة بشار الاسد بنفسه. فقلبي مع كل السوريين بإذن الله تعالى تعود سوريا إلى سوريا الحبيبة الجميلة المزدهرة. وستشهد سوريا خلال الفترة القادمة أزمة مياه حادة، خلي بالكم هي شايفة ده مما يستدعي تدخل مباشر من الرئيس الأسد ومن الجيش وجميع المؤسسات للمساعدة في حل هذه الأزمة ووضع أي حلول بديلة لأزمة المياه. وأرى بوادر تقارب قطري سوري قريبا جدا، وسوف تكون حديث الإعلام، وممكن تقارب ما بين الرؤساء، ونرى أمير قطر في سوريا أو بشار الأسد في سوريا. وستشهد سوريا عملية ترحيل كبيرة جدا وتنظيف من داخلها من المسلحين الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وخاصة من النساء والأطفال الأجانب و الفرنسيين أو الجنسية الفرنسية بالذات. نتمنى هذا، ندعو من قلوبنا إلى سوريا، ندعو من قلوبنا إلى كل الدول العربية والوطن العربي الحبيب، ويا رب يعود الاتحاد ما بين العرب، لأن هو ده اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية. في بلاد كتيرة يا جماعة جدا مش هنقدر نكمل لأن الفيديو طال قوي، فهنزل جزء تاني لباقي الدول منها المغرب والجزائر والمغرب العربي وتونس واليمن وبقية الدول كلها وجمهورية مصر العربية. بتمنى ان نكون لمينا اكبر قدر ممكن. لم يتبقى لي الا ان اشكر حضراتكم كالعادة على وقتكم وعلى وجودكم معي، وكمان بفكر حضراتكم باللايك للفيديو ونشر الفيديو في كل مكان، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لو عايز يوصلك كل جديد من عندنا، ويشرفنا وجودك معنا. لازم اقول الدعاء اللي بقوله كل مرة واللي عايزكم تسندوني وتساعدوني ان احنا نقوله: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والجفاف، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. احنا مش قناة دينية، ولكن اللجوء الى الله في هذا الوقت من العام وهذه العصر الغريب يستدعي ان احنا نذكر الله في كل لحظة وندعوه لرفع غضبه ومقته عنا. شكرا ليكم، ولم يتبقى الا ان اقول لكم اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام.